اليوتيوب غير سياسته، واللي في الغالب حتأثر على المنصة بشكل عام بغض النظر عن نوعية محتواك. في نفس الوقت مايكروسوفت سوى مؤتمر يمكن كثير مننا ما كان مهتم، بس مع هذا ترى فيه تلميحات كثيرة، وخلينا نقول تهويشة للشيء اللي حنشوفه السنة الجاية. والخبر صراحة اللي ما أعرف كيف زحلطن على قولتهم مني، موضوع لعبة بيبسي مان. ما أعرف صار شيء غريب. المهم الأسبوع اللي راح خلينا نتحمس في نفس الوقت انه ممكن نشوف لعبة بيبسي مان. حشارككم التفاصيل هذه كلها، بالاضافة انه الجيمرز طلعوا ينتجوا ثاني اكسيد الكربون اكثر من اي شيء في الحياة. خليكم على المقطع عشان تعرفوا التفاصيل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شاركم طيبين ومبسوطين. شكرا لكم على الدعم في الفترة الاخيرة، كل اللي اتمنى منكم للامانة، خصوصا انه اللايك والدسلايك يعبر رايكم. ركزوا لي في نقطة الاشتراك والنشر اهم شيء، لانه فعلا اليوتيوب سبب لنا مشكلة في هذه النقطة حنتكلم عنها الان، فاستمتعوا بالمقطع. عارفين انتم الفترة الاخيرة تكلمت انا على اساس انه في مشكلة فعليا كانت تسير في اليوتيوب خلال الثلاثة شهور اللي راحت، وتكلمت كمان انه في قنوات تضررت من الشيء اللي كان يصير، تغييرات او تجارب خلينا نقول قاعدين يسووها في الفترة الاخيرة، وفي ناس ما تضررت. حاليا الكل او الاغلب او اقل، اذا انت ما انت عارف، في قانون جديد حينزلوه او فعليا نزلوه، لكن تطبيقه بالشكل اللي حيغير المنصة بشكل كامل حيبدا ابتداء من سنة 2020. حناخذ ابرز الاشياء بشكل سريع جدا. طبعا النظام هذا خلينا نقول حيركز على القنوات اللي مهتمة بالمحتوى الخاص بالصغار، وكلنا نعرف ان الصغار او الاطفال خلينا نحددهم هم اكثر فئة خلينا نقول مستحلة فعليا منصة اليوتيوب، وفي نفس الوقت هم اكثر فئة بتدخل من وراهم فلوس، بحكم انها فئة تعتبر غالية علينا، فبالتالي شيء طبيعي بتلاحظ انه ما بين فترة وفترة يصير تشدد عليهم. على العموم ابرز الاشياء اللي حتصير بابتداء من سنة 2020، انه اذا انت شخص محدد قناتك للاطفال حيصير عليك التالي: تنبيهات قناتك ما راح توصل للمشتركين سواء اطفال كبار صغار، ما يهم، فكرة انه قناة اطفال تنبيهات ممنوعة عليك، بالاضافة الكومنتات حتكون محجوبة، بالاضافة موضوع الدخل حيقل عندك بنسبة كبيرة جدا، الاغلب بيقول ما بين 70 إلى 90% من الدخل حيتحدد وحيصير موجه للاطفال اكثر، فبالتالي شيء طبيعي حيصير عندك هبوط، يعني ما راح يطلع لك اعلان لسيارات او اعلان لمنتجات، لانه في النهاية اللي بيتفرجوا اطفال، فبالتالي الاعلانات بسبب هذا الشيء حتكون مقيدة بشكل كبير جدا وموجهة للصغار، فبالتالي حيطيح قيمة الفلوس اللي قاعدة تدخلها القنوات المختصة بالأطفال. غير طبعا موضوع اقتراحات الفيديوهات من نفس القناة اللي تطلع في الأخير، هذه كمان حيشيلوها. غير كمان ما راح تطلع مقاطعهم كمان في الصفحة الرئيسية، الصفحة الرئيسية عارفينها اللي بتقترح لك القنوات أو المقاطع على حسب السيرش الأخير اللي انت سويته، برضو ما راح تطلع هذه قنوات الأطفال هناك. وفعليا قاعدين يقتلوا قنوات الأطفال بسبب الضغط اللي جاهم من المنظمة اللي اسمها COBBEL. المهم انا اتابع المنظمة الفيدرالية، حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر، لانه للامانة اللي خلاني ما اتكلم في ذا الموضوع خلال الفترة اللي راحت انا ماني عارف كيف حيتطبق على القنوات بشكل عام، خصوصا انه الان في ايقونات صارت تطلع لنا، هل المحتوى هذا موجه للاطفال او لا؟ هل المحتوى هذا تشوف انه ينفع للكل بما فيهم الاطفال؟ ففي اسئله قاعدين يحطوها فعليا تخليك محتار. انا فعلا مو للاطفال، بس في نفس الوقت ما ودي انه المحتوى يتقيد باللي فوق 18 سنه، لانه الاطفال بيكونوا اقل مثلا من 13 او 12 سنه، فمن دوله لدوله يختلف، خصوصا انه هم يقولوا فيها غرامه وفيها تكفيره قناه وفيها امور جدا كثير، فالواحد مو عارف هل حيقيد المحتوى على حسب المحتوى نفسه. يعني انا بلعب لعبه زي ماينكرافت، هل معناته انا احط القناه او المقطع ده بالتحديد للاطفال؟ فالموضوع الى الان مو واضح، عشان كذا قلت خلينا اصبر شويه اجمع معلومات، اسوي تحريات بسيطه واسال الناس اللي فاهمين في المواضيع هذه كثيره او قريبين خلينا نقول من يوتيوب او نفس اليوتيوب، بعد كذا انزل لكم مقطع بتفاصيل اكثر خصوصا للجيمرز. حاب اذكر بس قبل لا نبدا بالاخبار كذا بشكل سريع، تقييم لعبة نيد فور سبيد موجود في الموقع اللي مهتم باللعبة هاي. طيب في حدث صار للإكس بوكس باسم X019، استعرض فيه بعض الأشياء اللي صراحة ما كنت متوقع حيتكلموا منها، من ضمنها موضوع خدمة الإكس كلاود اللي من يوم ما طلع الإكس بوكس وإحنا نسمع عنه. حاعطيكم تفاصيل أكثر عن الخدمة هذه، بس قبل لا ندخل في هذه الخدمة خلونا نتكلم أول شيء عن أبرز الأشياء او ابرز الالعاب فعليا اللي جديده واول مره بنشوفها واعلنوا عنها بشكل سريع جدا. من الواضح انه جزء جديد لسلسله ستار وورز باسم جيداي
فولن اوردر. للاسف زي ما انتم شايفين التريلر مو موضح لنا اي شيء بخصوص اللعبه، خصوصا انه التريلر فعلا مشاهد حقيقيه ما هي عباره عن شيء من داخل الجيم بلاي. ننتظر ممكن في الفتره الجايه حيشاركونا تفاصيل اكثر. اللعبه الثانيه بتجينا من استوديوهات رير الشهير، واللي استعرض لنا عنوان جديد باسم غريب جدا ان شاء الله نطقته صح، ايفر ويرد. طبعا اللعبة واضح انه في غابة غريبة المخلوقات اللي فيها وعالمها صراحة ساحر. الجميل ان اللعبة هذه حتتوفر على خدمة الجيم باس اللي بتوفر لك العاب مجانية، لكن ما حددوا لنا اي تفاصيل عن اللعبة هذه اكثر. من اكثر الالعاب اللي متحمس لها واللي جاية من استديوهات اوبسيديان، اللي العام تقريبا استولت عليه مايكروسوفت بلعبة جديدة باسم جراوندد. طبعا اللعبة هذه واضح انه اطفال اتحولوا كذا فجأة الاجزام، او خلينا نقول صغار الحجم، وشايفين العالم كله كبير. اللعبة واضح انها سيرفايفر ضد الحشرات ضد المخلوقات بشكل عام، وتحاول تنجو فيه من هذا العالم الى ما توصل لبيتك. طبعا اللعبة حيتم اصدارها في ربيع سنة 2020 على خدمة الاكس بوكس جيم باس، برضو على خدمة الاكس بوكس جيم بريفيو، بالاضافة لمتجر مايكروسوفت ومتجر ستيم. من الالعاب اللي تم الاعلان عنها برضو لعبة ويست اوف ديد، واللي صراحة بداية ذكرتني ببداية لعبة ريد ديد ريدمشن، خصوصا في طريقة كتابة الاسماء. اللعبة هذه ما هي حصرية على اجهزة الاكس بوكس، بالعكس حتنزل على الحاسب الشخصي، البلايستيشن 4 والنينتندو سويتش في وقت ما خلال سنة 2020، بس ما يحتاج تنتظر لانه في الغالب في لها بيتا متوفر حاليا على الاكس بوكس، يعطيك فرصة انك تجرب اللعبة تشوف كيف فكرتها خصوصا في طريقة اللعب بنفسك. الاعلان عن لعبة كارت رايدر دريفت، واللي احسها كذا كانها مناحلة مع لعبة ماريو المشهورة، ولا اتوقع انكم عرفتوها اللي هي لعبة ماريو كارت. طبعا اللعبة هذه الجميل في انها حتتوفر بشكل مجاني السنة الجاية على اجهزة الاكس بوكس والحاسب الشخصي، وحيتوفر لها بيتا خاصة ومديك تسجل طبعا في البيتا هذه اللي حتتوفر في شهر ديسمبر القادم. واخيرا الاعلان عن موعد محدد لصدور لعبة بليدنج ايدج، واللي بيقدمها لنا استديوهات نينجا ثيوري. طبعا فكرة اللعبة انه 4 ضد 4، الجميل انها حتصدر في يوم 24 مارس السنة الجاية، بس الاجمل انه قبل اطلاقها تقريبا بشهر حيكون في لها بيتا، وهذا العرض الجديد زي ما انتم شايفين قدامكم. خبر جدا اسطوري، لعبة بلانت كوستر المشهورة على اجهزة البي سي، لعبة المحاكاة والادارة الشهيرة، حتتوفر كمان على اجهزة الاكس بوكس والبلايستيشن 4 في صيف سنة 2020. ايقونة جهاز الاكس بوكس لعبة هيلو، هذه المرة موعد اطلاق لعبة هيلو ريتش، واللي حتنزل طبعا على اجهزة الحاسب الشخصي والاكس بوكس 1 بدقة 4K في اليوم الثالث من شهر ديسمبر القادم، يعني في اقل من شهر. برضو تم الاعلان عن لعبة كروس فاير، واللي حتتوفر بشكل مجاني على اجهزة الاكس بوكس السنة الجاية، وارجع اقرب بشكل مجاني تام. برضو كمان تم الاعلان عن لعبة رست المعروفة اللي حتنزل كمان على اجهزة الاكس بوكس 1 بالاضافة لاجهزة البلايستيشن 4، لكن بدون ما يعطونا اي تفاصيل اكثر من كذا غير انها حتنزل في وقت ما خلال السنة القادمة. برضو تم الاعلان عن الجزء الثالث من لعبة ويست لاند، واللي حتنزل في يوم 19 من مايو السنة الجاية، طبعا على اجهزة البلايستيشن 4 والاكس بوكس 1 والحاسب الشخصي. طبعا حاب اذكر ترى في العاب كمان كثير ثاني اعلنوا عنها، اللي يبغى يشوفها كلها حتحصلوها موجود عندكم في رابط في الديسكريبشن. تكلمنا عن الايفنت هذا بشكل عام، الاهم من هذا عندنا سلسله لعبه فاينل فانتسي بالاضافه لكينجدوم هارس حتبدا تنزل على اجهزه الاكس بوكس خلال السنه الجايه. ما عندنا تفاصيل اكثر من كذا غير انه متوعدين انه ان شاء الله حتشوفون الخير في السنه الجايه لجمهور الاكس بوكس، خصوصا لهذه السلسلتين. انا متحمس لفاينل فانتسي 9 بالذات. نجي الحين لموضوع خدمه الاكس كلاود، واللي فكرتها انه تلعب بس بالخدمات السحابيه. واخيرا تم الاعلان انه حتصدر على اجهزه البي سي على اقل تقدير خلينا نقول خلال السنه الجايه، لانه موضوع الاكس كلاود ده احنا كنا نسمعه من بدايات الاكس بوكس او حتى من قبل ما ينزل. طبعا حتتوفر مع الخدمه 50 لعبه تقريبا، والاهم من هذا كله انه حتشتغل على جميع انواع الكنترولر بما فيها كنترول على جهاز البلاي ستيشن 4. ما عندنا تفاصيل للاسف كثيره اتكلموا عنها، لكن وعدونا انه خلال السنه الجايه حيعطونا تفاصيل اكثر واكثر، لكن ارجع اكرر البدايه حتكون مع اجهزه البي سي. والآن مع أخبار سريعة. عرض جديد للعبة جلت الحصرية لخدمة استاديا الخاصة بشركة جوجل. طبعا واضح أن اللعبة أجواءها مرعبة، وفكرتها تتمحور حول أنك تدور على بنت
الظاهر انها صديقة نفس البطل اللي قاعدين نلعب فيها. تذكرنا الى حد ما بلعبة زي او اجواء، خلينا نقول لعبة انسايد او ليتل نايت مير بشكل عام، حتتوفر في يوم 19 من نوفمبر عندما يتم اصدار خدمة جوجل استاديا. والى الان ما واضح الصورة اذا كانت حتنزل على منصات ثانية، لكن اللي واضح انها حصرية لخدمة جوجل استاديا. في نفس الوقت تم الاعلان عن العاب كثير حيتم دعم خدمة جوجل استاديا وقت ما تتم الاطلاق عنه، من ابرزها عندنا لعبة Red Dead Redemption 2، عندنا Mortal Kombat 11، عندنا Destiny 2 Collection، وعندنا Assassin's Creed Odyssey. غير طبعا موضوع الالعاب اللي حتتم اصدارها لاحقا خلال السنة هذه، زي عندنا Attack on Titan 2، Final Battle، Borderland، Dragon Ball، عندنا Final Fantasy، Ghost Recon اللي هي Breakpoint، NBA 2K، Rage، وغيرها كمان من الألعاب. الاستوديو المعروف بيرل إبس اللي انشهر بلعبة Black Desert، بحيث أعلن عن 3 ألعاب جديدة، لكن أهم عندنا لعبة بلان 8. وفكرة اللعبة أنها عالم مفتوح تصويب من نوع MMO على حاسب الشخص، حتنزل والأجهزة المنزلية أو الكونسول، بالإضافة أن نضم معهم المطور المعروف مينا لي اللي كان معروف باسم جوز مان من أيام كاونتر استرايك اللي انضم للاستوديو في سنة 2018 في مارس. ثاني لعبة أنا أشوفها صراحة مهمة تعرفوها اللي هي لعبة كريمن تيزر، طبعا تعتبر من ألعاب الأدوار أو الـ RPG MMO في عالم خيالي مفتوح، حتصدر على الأجهزة المنزلية والحاسب الشخصي، واللي باين كمان اللعبة سردية مع عناصر لعب جماعي، وتتمحور أنه أحداثها قبل قصة لعبة بلاك ديزرت. طبعا وعدونا انه حيشاركونا بتفاصيل اكثر خلال معرض E3 القادم. استوديوهات نوتي دوك في اخر طلبات لهم للتوظيف، طلبوا بالتحديد الناس يشتغلوا على نظام للاونلاين او برمجة نظام الاونلاين بشكل عام. البعض ربطها على لعبة Last of Us خصوصا انها تأجلت، فممكن تنزل اللعبة مع الاونلاين في نفس الوقت، او ممكن يكون مشروع جديد خاص بالاونلاين. اعطونا رايكم. كوجي ما يشوقنا للعبة الجديدة بعد مقابلة اجراها مع صحيفة The Guardian. طبعا تقتبس الكلام اللي قاله بحيث وضح، حتكون اللعبة فكرتها طبعا شيء ما قد شفناه قبل كذا، بالاضافة انه لا هي لعبة ولا هي فيلم، خلينا نقول كأنه دمجهم الاثنين في وقت واحد. الفكرة الاساسية للعبة واللي انا فهمته صراحة من كلامه انه بث الالعاب بيكون في الغالب لالعاب اوريدي في مطورين سووها، بعد كذا يجوا اللاعبين ياخذونها خصوصا في الاي سبورت، ويجوا الناس يتفرجوا عليهم في بثوث مباشره. ايش هي الخطوه التاليه؟ انه ممكن في المستقبل يصير المشاهدون هم اللي يطورون اللعبه. انا عارف الكلام مو واضح، هذا هو اسلوب كوجيما للاسف، لكن ما ندري ايش اللعبه الجايه، غير انه ممكن اللاعبين هم حيساعدوا في تغيير مسار اللعبه نفسها او حاجه زي كذا قريبه من لعبه ديث ستراندنج. ديث ستراندنج فيها تعاون بين اللاعبين ويقدروا يغيروا خريطه عالم اللعبه بالبناء والاشياء هذه، فممكن ممكن عنده نفس الفكرة لكن هذه المرة بشكل أعمق، ممكن توصل لطور القصة أو لفكرة قصة اللعبة بشكل عام. ننتظر ونشوف. حسابات شركة بيبسي بجميع أفرعها تقريبا على موقع فيسبوك نشرت منشور موحد في الجمل والصور، وزي ما انتم شايفين طبعا كانوا كاتبين أو معلقين هل تريدون عودة بيبسي مان بجميع اللغات، وزي ما انتم شايفين كمية الحماس من الناس بالملايين بتتكلم، ونلاحظ في الصورة في شريط لعبة بيبسي مان واضح انه لأجهزة البلايستيشن كأنه 4، فما ادري ايش قصدهم في هذه الحركة. هل فعلا حنشوف عودة بيبسي مان في الأيام الجاية؟ ما ادري. اصلا انتم متحمسين للفكرة؟ اكتبوا لي تحت. روك ستار تقدم اعتذار رسمي للاعبين على المشاكل اللي قاعدين يواجهوها حاليا على منصة البي سي، واللي واضح من اعتذارهم الاخير نزلوه في حساباتهم او حتى في موقعهم انه في مشكلة فعليا ما بين كروت شاشة انفيديا مع المعالجات بشكل عام سبب هذه المشكلة، فاللي واضح انهم هم عرفوا السبب فين على كلامهم وشغالين على هذا الموضوع الى اخره. تقريبا نزل 2 جيجا قبل كم يوم وما زالوا لسه شغالين على الموضوع. طبعا بالاضافه اعلن اللي حيلعب Red Dead Redemption تقريبا من هذه الفتره الى فتره العطله تقريبا حيعطوه اللي هو الكير باكج بشكل عام لطور اونلاين لعبه Red Dead Redemption نسخه البي سي. الناس اللي تسال على تختيم لعبه Red Dead Redemption بشكل عام حنرجع لها بعد ما نغلق من لعبه Death Stranding، واللي بيسالوا على الغاز او المودات قريب ان شاء الله جدا، بس قاعدين نظبط الموضوع. الالغاز يمكن مقطع مقطعين وقفل موضوعها، أبا المودات ممكن حتطول معانا هي والاونلاين بشكل عام. واضح بعض النجاحات اللي شفناها في مودات لعبه Grand Theft Auto، حاليا روكستار اعتمدوا على انه اللاعبين يصمموا في العابهم. يمكن ما يعتبر شيء جديد للامانه، بس الجديد انه حتقدر تسوي اطوار البقاء على قولتهم او السرفايفر خاصه
فيك تحت اسم سيرفايفل كرياتور. كمان بدك تضبط غرف المعيشه تحت اسم كينج اوف ذا هيل كرياتور. طبعا هذه الاشياء كلها اللي سووها ما هو الا امتداد على كلامهم للنجاحات اللي قاعده تحققها اللعبه في طور الاونلاين. يب عزيزي، لعبه جراند ثيفت اوتو طور الاونلاين قاعده تكسر الدنيا في الفتره الاخيره. ممكن انت ما تلعبها، انا ما العبها، بس جمهور كبير قاعد يلعبها كطور اونلاين. فاذا انت من الناس اللي تلعبها اكتب لي تحت في التعليقات ايش الشيء اللي محمسك ومخليك ما زلت الى الان مستمر تلعب اللعبه هذه اللي تعتبر احد الاشياء العجيبه في عالم الجيمنج. فاكرين قبل فتره تكلمنا على اساس انه سوني بالتحديد مع بلاي ستيشن 5 مستقبلا حيكون مع البيئه. اوضح لكم الفكره. طبعا في اخر دراسات طلعت انه اللاعبين بينتجون ثاني اكسيد الكربون او الجيمرز بشكل عام اكثر، يعني في سنه اكثر بخمسة مرات من اللي تنتجه السيارات او المركبات بشكل عام. وهذا المقصد مو اللاعبين نفسهم بقدموا انه الاجهزه المنزليه، خصوصا لما تتكلم انت على الاجهزه اللي قاعده تشتغل بشكل قوي جدا زي 4K وغيرها بشكل عام. وهذا اللي خلاهم يطلعوا بزي الهيئه الجديده او الوزاره الجديده او منظمه خلينا نقول جديده تحت اسم جيم جرينر، واحد الشركات اللي مسجله معاهم سوني، بحيث انه اجهزتهم الجايه حتدعم هذه النقطه، لانه هذا الموضوع بياثر بشكل عام على كوكب الارض، من ضمنه الاحتباس الحراري اللي صار واضح بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره من تغيرات مناخ، ذوبان الجليد وغيرها من الامور هذه. فارتع عزيزي، مو انت اللي قاعد تنتج ثاني اكسيد الكربون كثير، ريلاكس. وبكذا يكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم. يعطيكم العافية على المتابعة، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم من سلسلة اخبار دسمة، واتمنى ما تقصروا معنا باللايك والنشر اهم شيء، واذا انت مشترك اشترك. يعطيكم العافية، مع السلامة. Step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder, and the clouds are closing in.